الأزمة يعني إحنا يوم انتخبنا أعضاء مجلس الأمة بصراحة إحنا استبشرنا فيهم خير، يعني إنه يعدون من الوزارات، يعدون من الديرة. الوضع بصراحة سيء وكل ما للأنزل يعني، بس يعني خيبوا أظن، يعني خيبوا ظن الكل يعني. والله الأكثر على النواب، وفي جزء منه من الحكومة بصراحة. وأنا يعني برأيي لو يعلقون المجلس ويلقون النهائي يعني الأحسن. أشارك إذا في يعني وجوه جديدة نزلت في المجلس يعني نستبشر فيهم خير، لكن يعني نشوف أن كل ما ينتخبون المجلس نفس الأوضاع ونفس التأزيم ونفس الاستجواب، ويعني كل واحد يدور على مصلحته للأمانة، يعني ما يدورون على مصلحة البشر المواطنين، ما يدورون على مصلحة البلد. يعني الواحد يشوف الوضع شلون بصراحة مزري، يعني لا من الوزارات لا من الأوضاع، كل ما لنا بالأنزل ردينا 20 سنة لورا. يعني هذا الشيء بيد بصراحة الحكومة نفسها، بيد الحكومة، الحل عند الحكومة، هم اللي يعني يضربون على قولتهم بيد من حديد. يعني لابد من يعني حل جذري، يعني يا انه يلقون المجلس نهائي ويعلقون المجلس ما نبي المجلس، او انه يعني يشوفون الحل يعني.